ليلى. الو الو، السلام عليكم ليلى. كدير الاخت سناء، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك ليلى، معك خديجه. اهلا وسهلا ومرحبا بك. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. الله يبارك فيك ليلى، اهلا ومرحبا بك. اهلا ليلى، تفضلي، شنو اقترح كتصبح؟ بمناسبه قرب رمضان غنعطيك البغرير. غتعطينا البغرير ليلى؟ شنو نحتاجوا له المقادير ليلى؟ خمسة الكيسان ونص ديال السميده رقيقه. خمسة الكيسان ونص ديال السميدة رقيقة، ستة الكيسان ديال الماء، ستة الكيسان ديال الماء، قرصة ديال الملح، قرصة ديال الملح، جوج معالق كبار ديال السنيدة، جوج معالق كبار ديال السنيدة، ربعة الخمارات. شحال الخمارات؟ ربعة. ربعة الخمارات. وثلاثة معالق كبار ديال الفورص. وثلاثة المعالق كبار ديال الفورص. في اناء كنخلطوا السميده، نعم، وهذاك الفورص، نعم، والسنيده والخمارات. الخمارات بربعه. وكنجمعوا كل شيء بالماء. وتنجمعوا كل شيء بالماء دافيك؟ لا، بارد. بارد. كنجمعوا كل شيء، وكناخذوا الخلاط الكهربائي. اييه. وكنخلطوا شيء كامل. نعم. وهذيك الساعه كطيبي. ما كنخليوش يخمر ليلى؟ لا، يعني غير هاد المكونات كنخلطوها جميع، كنديروها في الخلاط الكهربائي، كنعاودو نخلطوها وكنوضعوها في اناء وتنبداو الطياب ديالنا. صافي، هذا كيصدق يعني 100%. 100% هذا صدق. وباش يعبروا يعبروا بالكاس ديال العنبه. الكاس ديال العنبه بطبيعه الحال الكاس المشهور ديالنا. تنشكرك كثير ليلى على مشاركتك معنا.